على العموم مشاهدين، يمكن من الاشياء اللي احنا بياخذنا الوقت في الشغل ما نقدر نسويها هو الاعتناء بنفسنا، بشعرنا، بالميك اب، ببشرتنا. لما يجي وقت الايلاينر او كيف نحط الايلاينر، هنا تصير مشكله، خاصه اذا العين مبطنه او مثلا لوزيه او مثلا اشكال مختلفه. فنوع الايلاينر لازم يختلف على حسب كمان العين. فعندنا منال الحاج يحتاطينا انواع الايلاينر وكيف نحطها. يسعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. هلا فيك. صباح الخير للسيدات الجميلات اللي معانا اليوم اللي حنجرب عليهم الايلاينر. خلينا نتكلم اول شيء انواعه. اسهل طريقه صراحه ان نحط الايلاينر، كل الناس بيسالوا نفس السؤال. تعرفي شيء، المشكله انه حتى لو ظبطت عين واحده الثانيه الا ما تطلع يعني غلط او مثلا شكل ثاني. مزبوط. هلا افضل شيء هو نقدر ننقي الايلاينر او التركيبه يلي بتناسبنا، خاصه للصبايا يلي ما بيعرفوا يعملوا ايلاينر او بخافوا او ما عندهم وقت. بس كمان لازم نعرف شو شكل العين. يعني نحن هون معروبه مثلا عينها شوي صغيره، عينها شكلها لوزي ولكن جفنا صغير او مبطن شوي. بهيدي الحاله بدنا نبتعد عن كل شيء ليكويد او الريشه الطويله يلي في مجال يطبع الايلاينر فوق. بنفضل نروح بقلم كحل ولو حتى كان قلم، وهلا بنرجع كمان فينا نستعمل الفاتر الصغير. قلم الكحل بيساعد انه نحن عم نشتغل العين فيها تمد عينها شوي، ما بعرف اذا رح في اشتغل هيك، فينا نمد العين شوي. بيدك بتغطي. اوكي، بركي من هون بيكون افضل. ايوه. سو بهيدي الطريقه بتحط بشكل كثير قريب على الرموش، بيصير كانه ليكويد ايلاينر. اوكي. بهيدي الحاله خاصه لانه هي عندها طبتين. وطبعا فينا نرجع نشيل الاسفنجه يلي بتكون موجوده باخر القلم وندمج بس طرف. هلا بدنا ننتبه انه اذا هي كانت العين لوزيه وصغيره لازم نحدد وندمج بالتحديد، والا بتضل العين مبينه صغيره. بس لو هي تبغى هذا الشيب حق الوينج برضه تقدر تدمج؟ يفضل انها تقدر تعمله بالقلم، وساعتها بده يكون الطرف ونحن بنقول له بلوري او باهت طرفه، بس تما يكون يبين اذا كان في اي تجعيدات. يعني اذا كانت العين قاشطه شوي او الجفن نازل او مثل انا عندي يعني هون الطرف ما في يحدد، والا ببين على تطعيشة العين. اوكي، هذا بالنسبه للعين اللوزيه. بالنسبة للعين اللوزية اللي بيكون فيه الجفن تبعها نازل. أوكي، هيدي طريقة. فيها تستعمل طريقة تانية كمان. رح نستعمل قلم فتر. هيدول الأقلام الفاتر هن كتير هينين للعالم اللي ما بيعرف. هذا اللي أنا استخدمه يعني. بس كمان في طريقة. أوكي، قدرتي حطيتي على هيدا العين ولكن توصلي على تاني عين ما بتقدري بتصيري. أفضل طريقة أنه نهدي الكوع، نهدي ايدنا او نحطها على طاولة. على الطاوله ونبرم ايدنا بالعكس، يعني أوكي. مش نحط الايلاينر بهذا الشكل، نهدي ايدنا وساعتها بصير فينا نقدر نعمل نفس شكل العين اليمين يلي بيكون بالاجمال اهون علينا. سو بهيدا الحاله تنقدر نعمل خط رفيع، سوري لوك داون بليز، بنمشي نحن بنسميها بيبي ستيب، يعني خط خفيف. نرجع عن جديد، خط خفيف، نرجع. أنا شوفي أنا كيف أحط الأيلاينر من برا لجوا، مو زي ما أنت بتسوي أبدا. دايما وقت نكون عم نعمل نبلش نحط الأيلاينر على سيف أريا، يعني على منطقة ما فيها مشكل إذا لخبطناها قدام. مش كل الناس بيزبط معاهم الأيلاينر، سو أفضل شيء نمشي فيهم بيبي ستيب بيبي ستيب بيبي ستيب. هيدي الطريقة كتير هينة تنقدر نحصل على خط رفيع جدا من أول العين لآخرها. تمام. ويمكن هذا اذا لاحظنا انه ليكويد اكثر ويمكن لونه حاد اكثر من هذاك القلم الكحل. يا هلا في كمان طريقه فيهم يعملون السيدات من بعد ما يكونوا حطوا قلم الكحل وقدروا عرفوا ورسموا العين. هيدي الطريقه كثير سهله، يعني فينا نعملها بالايلاينر سوري بالكحل او بالباودر نفس الشيب، وبعدين بنرجع بنحط الايلاينر بس بشكل كثير قريب على الرموش، هيك بيحتد اللون او بيصير اللون قاسي اكثر، مبين اكثر من ما يكون بس اي شادو او قلم كحل عادي. تمام. بس لنظبط العينه شوي تما تكون غير. فهذا يعتبر يعني سمبل افري داي ايلاينر، يعني نقدر سمبل افري داي ايلاينر، بس اهم شيء نعرف نختار يكون فاتر قصير. الطريقه اللي نحن وقتها بدنا نحط الايلاينر نبرم ايدنا على جنب تنقدر نعمل خط مستقيم، ووقتها نكون عم نشتغلهم بيبي ستيب، خط رفيع بعدين ارفع بعدين ارفع بعدين ارفع. اوكي تمام. اوكي،
هذا بالنسبة للعين اللوزية. بالنسبة للعين اللوزية اللي عندها جفن مبطن بحالتها هي منفضل إذا عم نعمل آيلاينر كل يوم ما نظهر كتير أو نسمك الآيلاينر، وإلا بتبين عينها نعسانة أكتر. أوكي. أظن عندي هذا يعني ما نعرف اللوزية فراولة أنا يعني. لا حتى ليك أنت لوزية وعندك يمكن جفن شوي صغيرة واطي، بس التريك إنه رسمين من ميلة برا. يعني الآيلاينر بس من برا. الآيلاينر ممطوط لبرا أكتر مشدود مع الآي شادو. هذا طبعًا شغل حنان الميك اب ارتست اللي عندنا اكيد. طيب نوع العين الثاني؟ نوع العين الثاني عندنا جفن عريض مبين، حتى حطينا اي شادو فاتح على الجفن تنقدر نشوفه، بس العين عندنا اياها شوي نازله او نحن بنسميها سليبي اي او العين النعسانه. انا هي العين كثير بحبها بس ما شاء الله بيوتيفول يعني ما شاء الله عليك جميله جدا، بس ماني عارفه فين النازل واللي يمكن بالاي شادو. هو شكل العين اذا بتكون مبينه اكثر على الكاميرا، ببو العين هو فوق بوب العين هي اعلى نقطه، وبعدين طرف العين بيكون نازل بهيدي الطريقه. سو وقت يكون في عندنا هيدي الحاله اكشلي للعين المدوره او العين السليبي اللي هون بيكون عندنا الجفن نازل، لازم نستعمل الاي لاينر بشكل عريض بس على الاخر. يعني انا هون رح احمل الليكويد اي لاينر الريشه العريضه اللي كثير عالم بخافوا منها، رح استعمل من طرف العين نعلي نشقل العين شوي لفوق بخط كثير رفيع. هيدي أول تريك فينا نشتغلها، منحدد طرف العين ومنعلي ومنعبي just look down. ما منبلش من آخر العين، منقصر من العين لثلاث أتلات مثلا. أول قسم، تاني قسم فوق بوب العين، وثالث قسم اللي هلأ عم نحط عليه الآيلاينر. وهذا اخر ايلاينر اللي معي في يدي. هذا مثل كحل اكثر كمان اللي بيكون داخل الجفن. اوكي هذه كانت بالنصائح بالنسبه للايلاينر. طب في ناس ما تلق لهم ايلاينر ابدا منال؟ ما بيلق له نوع معين من الايلاينر، بس مثلا فينا نستعمل القلم البني او الجل البني مثلا. أيوه. مثل هون عشان يدي كمان اكثر ناتشرال لوك، بيكون اكثر ناتشرال خاصه اذا بشرتهم فاتحه او لون عيونهم كثير فاتح. هلا بهيدي الطريقه اكيد فينا نعرض، نحن قد ايه بدنا فينا نعرض الايلاينر، بس ببين علينا انه شقلت العين اكثر وانرسمت ولو حتى على الخفيف. شكرا منال، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله نتمنى لكم ايلاينرز اكثر من جميلة.